الربو والحساسية هو من الأشياء التي كتنفس اللي كتزيل الحساسية أو تساعد هاد الناس، هو البصل يعني أنتي أليرجيك، هو الشح. والناس اللي عندهم بصل مثلا تلسعهم هم واحد البعوضة، ولا يكون عندهم مثلا أكلوا سمك ولا شيء وخرجت فيهم ديك الحساسية، لازم يشربوا عصير البصل بكثرة. فعصير البصل هو يزيل هذه الأليرجينات ويزيل هذه الحالة ديال الحساسية ديال، حتى لما تخرج الحساسية على شكل حكة في جلد أو أشياء هكذا. وكذلك ولذلك الأطفال دابا اللي عندهم حساسية لازم الأمهات ديالهم يعملوا لهم هذا البصل مع زيت الزيتون، ويعني هو يساعد على هذه الأشياء. ثم أشياء أخرى هما لسعات الحشرات، لسعات الحشرات هي هذا البصل، يشرب بصل بكثرة. ثم يمكن بعض الأطفال اللي كيمشيو للبادية، الغبار ملي كيشموا الغبار كيبداو يحكوا الجلد ديالهم، ماشي يشربوا ماء بكثرة البصل، ولكن أثناء هذا الحكة ملي كتخرج فيهم والديهم يخليوهم تم تتفوتهم. لأن يعني كاين الناس كيهربوا بالأطفال ديالهم يرجعوا للمدينة، كيبقى هذاك الحادث دائما يتكرر. إلا بقى في البادية حتى فاتوا تم كتسمى اللي كنسموها حنا ديسونسيبيليزاسيون، يعني الجسم صافي كيكون يعني مرتاح من هذاك الحادث ديال الحساسيه اللي كتخرج في الاطفال على هذا الشكل. البصل الاخضر او البصل يعني علي البصل الاخضر اظن انك تعنين به البصل بالاوراق. نعم هو اللي كاين دابا. الان تقولوا نعم البصله الخضاريه. البصله الخضاريه كتكون حتى في شهر 9 و10، لان كيزرعوا هذيك الكركوبه كتعطي اوراق وكتكال، وكتكون دابا هذه راه البصله ديال بصح هذه اللي غرسوها الناس من الحوض، هي اللي عاطيه دابا. هو الوقت ديالها. نعم هذا هو الوقت ديالها، ياكلوها الناس بالورق ديالها، يحيدوا غير مؤخره الورق، يحاولوا يخضروا بها بالورق ديالها، لان يعني المكونات الفلافونويدات والفيتوستروجينات الاوراق كتركز في الاوراق. ثم الاملاح المعدنيه اللي تفضلتي، هذو الحديد والنحاس وكذلك الكبريت، وهذه هذه تتركز في الجدر ديال البصله، لان البصل من الخضر الجدريه على شكل جذور، بحال اللفت بحال البطاطس بحال لا البطاطس اشياء اخرى، يعني هي جذور ولكن دي تيبر كي هذو اللي كنصنفوهم مع اشياء اخرى. هي البطاطس بوحديتها تقريبا، ماشي الاخر كله جذور، لا اللفت ولا البصله ولا اي شيء. نعم الجزر هذه. والبصل جاء من لماذا؟ لانه خضره قديمه جدا، وهي من الخضر التي جاءت في سوره البقره. لما يعني بنو اسرائيل طلبوا من سيدنا موسى ان يرزق ما تخرج الارض، ما تخرج الارض، واعطوا لائحه، وهذه اللائحه هي اللي كانت الخضر التي كانت متداوله انذاك. ونلاحظ على ان هذه الخضر هي الخضر الاصليه في التغذيه. لو كان الناس رجعوا لهذه الخضر هذه، يعني علاش؟ لان كان هناك خضر صناعيه اللي الان طغات على الخضر الاخرى. هي ماشي ما خصهاش تكون نعم، ولكن ما تكونش ب 70% والخضر الاخرى ب 20%، لازم يكونوا بحال البطاطس والطماطم وهذه الاشياء الان، ولاو الناس كيمشيو لها وكيخليوا الخضر اللفت الاصفر واللفت الابيض واللفت المحفوره والمزعي. البصل واخده يعني النسبه ديالها في الخضر، علاش؟ لان هي موجوده في جميع الاطباق. لا يمكن يكون طبيخ بدون بصل، حتى الحليلات ديال رمضان كيديروا فيها النساء البصل. لكن الان كاين فصل الربيع. لو النساء خزنوا هذيك الاوراق البصل، يخزنوها يقطعوا الاوراق البصل مزيان ويعملوهم في الكونجيلاتور حتى لرمضان ويعملوهم في الحليله، غادي يكون من احسن ما يكون. علاش؟ لان غادي يستافدوا منها البروده، الثلاجه هذا المجمد ممكن يحفظ لنا هذوك المكونات، ما غادي نمشي في السدود. ثم ممكن النساء يخزنوا واحد الكميه ديال 2 كيلو ولا 3 اللي يبقاو يعملوهم في الحريره ان شاء الله. رمضان هذا العام غادي يجي فصل الصيف، ما غاديش يكون عليين كاين البصل، المناطق اللي فقويه غادي يكون فيها البصل الاخضر، ولكن يحاولوا بحال المناطق اللي فيها البصل الاخضر على الاقل، منطقه مكناس يعني بودرباله، هذه على الاقل ياخذوا دوك الوراق ديال البصله، ولكن ما تكونش معالجه، ما تكونش مرشوشه، ما يكونش فيها بيستيسيد، ما يكونش فيها مبيدات، ياخذوا هذيك الاوراق ويقطعوها تماما كما كيقطعوا الربيع القصبر المعدنوس ويعملوها مع الحريره. الناس اللي ما كيعملوش الحريره يعملوا غير شربه، يحاولوا يعملوا هذه البصله هذه. وكان عندنا نوع جيد في المغرب، بصله بيضاء هذيك الصغيره حلوه، بصله بيضاء اللي كانت مثلا كانت معروفه في الساس ديال الطاجين الأمامة، هذا اللي كيعملوها مع الطاجين، وهي كانت غاليه يعني ملي كتخمر كتولي واحد الثمن ديال 100 درهم هذيك الساعه كتعمل. الان قلالت ما بقاتش، لاننا بدينا كنفقدوا بعض كاين كنشوفها بان كاين اللي دايرينها مخلله. نعم هي مخلله، هذيك البصله البيضاء حمراء كانت منطقه ديال بن حمد، المنطقه ديال سيدي حجاج بن حمد، يعني هادو ديال هادو كانوا كيزرعوها، يعني المناطق المغربيه كلها كانت تزرع هذه البصله البيضاء اللي حلوه. وهذه الان قلت. هذا نوع جيد، لماذا؟ لانه حلو، وكانوا الاطفال كياكلوه بحال الفواكه، هو حلو كياكلوه طازج، هو فيه بالعكس واخا هو ابيض ماشي احمر، ولكن فيه مكونات اقوى من البصل الاحمر. علاش؟ لان لما تكون الشكل ديال الخضره قصير صغير، قد ما كان الشكل ديال الخضر صغير، والبري يعني الخضر البريه الطبيعيه كتكون ديما صغيره الشكل، كيكون يعني التركيز ديال الفلافونويدات وديال المكونات الطبيه كيكون كبير. بحال مثلا في المنطقه ديال تطوان وديال الشاون، منطقه الشمال يعني جباله، باقي عندهم الخضره صغيره،
كتلقى مثلا الدنجال صغيور مطيشه صغيوره كتلقاو هاد الاشياء هادي، وهذه بالعكس هذه جيده لان فيها مركز هذيك المواد الطبيه كتكون مركزه يعني بكثره. البصل فيه ماده الفولاسين كذلك، وهذه ماده الفولاسين هي تقريبا نفس المفعول بحال الانسولين بالنسبه لاصحاب السكري، ولذلك هاد الناس اللي كياخذوا مثلا اقراص ولا انسولين ولا شي حاجه ماشي مشكل الادويه ديال المراه كياخذوا. احنا ما كنتكلموش على الجانب الطبي لكن الجانب الغذائي، لان الجانب الغذائي كيساعد خصو يكون مصاحب للعلاج. ان هاد الناس ديال السكري والارتفاع الضغط حتى الكوليسترول والاشخاص اللي عندهم حتى البروستات انتفاخ البروستات، لان هاد الفلافونويدات ديال البصل هما كيحدوا من القضيه ديال البروستات، يعني لاتروفي هذه ملي كتكون البروستات منتفخه كتفش شويه كتنقص في الحجم ديالها. يتناولوا عصير البصل، الناس باقي ما كيتناولوش عصير البصل صعب شويه، وليس هناك اي مشكل يضيفوا ليه فواكه او مثلا يضيفوا العسل اي شيء يطحنوا معاه مثلا فواكه اخرى، فواكه ليمون ولا شيء باش يستفد منه، ولا يعملوا معاه مثلا بعض الخضر الاخرى اللي غادا تغلب عليه ما يبقاش عنده، لان هو لا هو ما حرم والو، عنده ديك المواد السلفيديه اللي كتخرج من النيف، ولكن ممكن الناس يشربوه باش يستفد الجسم منه فعلا. هذا اذا كانوا الناس يعملوه على شكل شراب، ما هي للاسف ان كنشوف ان النساء كيحضروا هذوك اللي صلاة فروي هذا واحد الخليط ديال هذوك الفواكه كلها باش ياخذوها من وراء الاكل، مع الاسف ان اللي خصو يتخاد من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات واقوى الانزيمات اللي موجودين هو كيهضم، ما داكش علاش الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ هنا نعم هي جيد. لماذا؟ لان البصل حامض كيكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم. فيه كذلك انزيمات مثل الاوكسيدايز والدياستايز والكاتالايز، هذه الانزيمات هذه هي تساعد المعده، وهي انزيمات كتعطي الاش دو او دو هذه داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك او يحمي من تكون الحصى في المراره. فالله سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره، يعني عفوا يعني كيف ما كان الحال مع الحديث كيجرنا لان المعطيات كثيره، ان سيدنا موسى ملي طلب منه بنو اسرائيل هذه الخضره انه استنكر، علاش؟ لان ماشي هذه خضر دونيه ابدا، هي خضر دونيه بالمقارنه مع ما كان ياكله بنو اسرائيل. ان الله سبحانه وتعالى اتاهم المن والسلوى، حاجه اللي عطاها لهم الله ما كيعجنوا ما يدرسوا ما يحرثوا ما والو، يمدون ايديهم، حتى ان العلماء الان مختلفين في هذا المن والسلوى يعني. وهما جاوا عند سيدنا موسى كيطلبوا هذه الاشياء اللي كتخرج الارض. واذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. هذه الايه تعني دونيه الخضار بالمقارنه مع المن والسلوى، وهي ليست خضار دونيه ابدا، لان سيدنا موسى تنكر نعم لانه يعلم ان المن والسلوى احسن من الخضر، ولكن هي باش نفسروا للناس، يعني ربما بعض الناس يقول لك ودي هذيك راه ايه جات خضار دونيه لانها يعني الذي هو ادنى بالذي هو خير، لا هنا دونيه الاشياء هذا الخضر بالمقارنه او مع ما كان ياكل مع ما كان ياكل، ما هي خضر هذه اللائحه كلها خضر جيده خضر. وهي اللي كانت انذاك ان البصل اصلي في التغذيه، وان هذه الاشياء اللي جات في هذه الايه هي كلها اشياء فيها فلافونويدات فيها فيتامينات مضاده للاكسده وفيها الياف خشبيه مثل الانيلين اللي هي تتخمر في الامعاء وهي اللي كتساعد هذه البكتيريا الصديقه. كلمة بسيطة أن البصل مطهر، أنه قاتل للجراثيم، وأنهم وجدوا في هذه الأهرامات وجدوا موميا من بين المومياءات، وجدوا واحد عنده بصلة تحت الإبط ديالو. عجيب. هذا يدل على أنهم كانوا كيحنطوا الموتى ديالهم بأشياء من جملتها البصل، والأشياء اللي كيحنطوا بها هي أشياء مبيدة للجراثيم، لأن الجراثيم هي اللي كتحلل الجثة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوها تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني غادي يطيبوا يكون معاه البصل ويزيدوا شويه خل، يكون معاه لان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان، اللحم لا ينتنش ملي كيكون مع البصل. اكثر من ذلك الى هيئوا عصير البصل
ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش. نعم، لان البصل يحفظ هذه الاشياء، ولا يمكن للجراثيم ان تنمو على، سبحان الله، يعني هو الخضره الوحيده اللي الجراثيم لا تقربها يحفظ، الا الفطريات اللي كتفسد البصل. كاين ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتي مع طبعا كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفوناش اللون الاسود اللي كيخمجوا البصل، علاش؟ لان عندهم انزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لا ماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيهيدروليزي، يعني كيحلوهم وتتخمج البصله كتولي الماء ديالها دايز، اللي هي عليا الفساد والانتان كاين في جميع الخضر والفواكه، حتى الليمون كيلاحظوا الناس ان واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق كي ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها، فكل الخضر. ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن ان تقرب البصل، وكاين الجراثيم المضره، لان الجراثيم الضاره هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ديك فطريات الحقل، ولكن الفطريات الغذائيه التي تنبت اثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل او تفرز بعض السمنات لتوكسين لميكوتوكسين اللي كنسميو حنا مايكوتوكسينات اللي هي سرطانيه طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله انها ثابته في التغذيه، ويجب ان تكون في التغذيه، ويجب ان تستهلك 3 أو 4 مرات في اليوم، ولكن يجب الاستهلاك ديالها باش يتنبهوا ليه الناس، ماشي يذوقوا به الطبق ولا يبنوا به، ولا خصو يكون استهلاك كبير وضخم. اذا دكتور ناخذ مكالمه في هذا اللقاء، اول المكالمات. الو، السلام عليكم.